بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، قراءتنا في هذه الليلة المباركة إتماماً لليالي السابقة في مواضيع تتعلق بالوصايا، والوصية تختلف عن الوقف، لأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وأما الوصية فهي التبرع بعد الموت. يتبرع لأعمال الخير، يتبرع للفقراء، للأيتام، للمعوزين، للأرامل، لطلبة العلم، يتبرع لهم بعد الموت. وقد ورد حديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، ومن الصدقة الوصية، أن يوصي الإنسان بمساعدة الفقراء، بمساعدة الأرامل، بمساعدة طلبة العلم، بطباعة الكتب، ببناء المساجد إلى آخره. الوقف إذا تكلم به الإنسان وأعلنه فهو عقد لازم. إذا قلت هذه الدار وقف، لا يمكن أن أبيعها ولا أن أهبها ولا تورث ولا توهب. وأما إذا قلت وصية، فالوصية عقد جائز، فيمكن أن أوصي بهذه الدار، ثم بعد فترة أرى أن أبيع الدار وأوصي بغيرها. قد أرى أن أوصي بمكة ثم أعدل عن ذلك إلى المدينة، ثم أعدل عن ذلك إلى الرياض أو إلى أي مكان آخر، فهو عقد جائز ولا تثبت إلا بعد الموت. بينما الوقف من حين ما يقول الإنسان هذا وقف، فهو تحبيس للأصل وتسبيل للمنفعة. الوقف لا يحتاج إلى استئذان من الورثة، ولا يحتاج إلى موافقتهم، وإنما إذا كان الإنسان في عقله وفي أحواله المعتبرة شرعا نفذ وقفه. وأما الوصية فلا تكون إلا بعد الموت، فننظر هل أوصى بالثلث أو أكثر أو أقل. فإذا كان أكثر من الثلث، فهذا الذي زاد على الثلث لابد أن نستأذن الورثة، فإن أذنوا وإلا فلا، يعني لا ننفذ ما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة وموافقتهم. ثانيا، الوصية لا تكون لوارث، لأن الوارث إذا كان زوجة فلها الربع أو الثمن، وإذا كانت أم فلها الثلث أو السدس أو ثلث الباقي، وإذا كان أب فهو يرث بالسدس أو يرث السدس أو السدس وما أبقت الفروض، أو يرث المال بكامله، وإذا كان زوج نصف أو ربع. فالوصية لا تكون لوارث، لكن لو أن إنساناً رأى بأن من ورثته
أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة لا يستطيع العمل وعنده أسرة كبيرة ويحتاج إلى أن يوصى لهم بشيء يخصهم نظراً لأحواله ونظراً لاحتياجه وليس لتفضيله، فنقول إذا وافق الورثة على ذلك فلا مانع، فالوصية للورثة لا تجوز أو لأحد من الورثة لا تجوز إلا بموافقة بقية الورثة، والوصية بما زاد على الثلث لا تجوز أو لا ننفذها إلا بما بعد موافقة الورثة. نقرأ الآن أيها الأحباب ما ذكره المؤلف من أمور تتعلق بالوصية، ونقول المؤلف رحمه الله ألف هذا الكتاب لطلبة العلم الذين قطعوا شوطاً في معرفة وبعد النظر واستقصاء المسائل، لأنه ألف العمدة للمبتدئين ثم ألف المقنع لمن قطعوا شوطاً في طلب العلم، ثم ألف الكافي وهو كتابنا هذا لطلبة العلم الذين قطعوا شوطاً أطول، ثم ألف المغني لطلبة العلم الكبار. فهو ذكر مسائل قد يستغربها الإنسان، لأن الآن الوصية بحمد الله والوقف كذلك يكتب في المحاكم ويسجل في يعني المكاتب الرسمية في كتابة العدل، وإما المحكمة والقاضي يثبت لديه هذا الأمر أنه وقف أو وصية وتكون الإجراءات فيه شرعية ومنضبطة. فيقول لو أوصى بجزء، ما في أحد الآن يوصي بجزء، لو أوصى بشيء ما هو الشيء، لو أوصى بكذا ما حدد، لكن الآن إذا أراد الإنسان يوصي يذهب إلى المحكمة ويقدم طلب للقاضي ويذكر رغبته والقاضي يوجهه توجيها شرعيا بحيث يكون تكون العبارة سليمة ويكون ما حدده الإنسان نافعا مستقبلا وحالا ومستقبلا. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف وإن كانت قد تناسب وقته قبل 400 سنة قبل 600 سنة، لكن الآن لا، الآن لا يوجد لدينا شيء من ذلك، وإنما يذهب الإنسان إلى المحكمة ويستخرج صك منضبط عبارته سليمة وأسلوبه واضح وفيه الشروط المطلوبة والاحترازات التي نحتاج إليها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف في كتابه رحمه الله: باب الوصية بالأنصباء. هو قال الكتاب، والكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، فأحيانا يقول فصل وأحيانا يقول باب ليسهل على طالب العلم استذكار المسائل، فيقول باب الوصية بالأنصباء بالنصب. الآن ما يوجد عندنا وصية بالأنصباء، وإنما يوصي الإنسان بربع ماله بخمس ماله. أبو بكر رضي الله عنه أوصى الأرض ما رضيه الله لنفسه يعني، وأوصى بالخمس، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد: الثلث والثلث كثير. فهنا يعني يوصي بشيء من ماله بنصيب من ماله، وغالبا هذا يعني في وقتنا الحاضر يكون موضحا ومبينا لا إشكال فيه ولا غموض. نعم. إذا أوصى لرجل بسهم من ماله. بسهم، السهم كم؟ قال أنا أعطيت الشيخ صديق أوصيت لك بسهم، مش هو السهم هذا؟ مات. السهم قد يكون ثلث وقد يكون ربع وقد يكون خمس وقد يكون سدس، فالآن هذا غير وارد، فالإنسان يحصل عنده إشكال. لكن لو ذهب إلى المحكمة وقال أريد أن أوصي بما توصي، قال بالثلث، أجازه القاضي. بأكثر من الثلث لا، إلا في حالة وهو إجازة الورثة. نعم. إذا أوصى لرجل بسهم من ماله
فحكى الخراقي فيها روايتين، إحداهما للموصى له السدس. للموصى له السدس، لأن السدس سهم، السدس سهم الأم، والسدس سهم الأب أحيانا، والسدس سهم الإخوة لأم، والسدس سهم الأخت من الأب مع الأخت الشقيقة، والسدس سهم بنت الابن مع البنت، وهكذا. نعم. إحداهما للموصى له السدس، لأنه يروى عن صحابي جليل. هذا الصحابي هو عبد الله بن مسعود الهذلي، عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه. وعبد الله بن مسعود التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة، في بداية الدعوة. عبد الله بن مسعود هو من هذيل، وهذيل مساكنهم عند عرفات هنا في مكة. يقول عبد الله بن مسعود في أول لقاء بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيت مع عمومتي، أعمامه، أتيت مع عمومتي إلى مكة لشراء أو يعني الحصول على بعض ما نحتاج إليه، وكنا بحاجة إلى عطر. يقول سألنا مكة، قلنا من اللي عنده العطر الجيد؟ قال واللي يبيع العطر في مكة العباس بن عبد المطلب عم الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول سألنا، قلنا وين نحصل العباس، وين يكون؟ هنا. قالوا تلقونه عند زمزم، فهو عند زمزم يجلس لأنه يسقي الحجاج ويناولهم الماء ويراقب زمزم، فهو المسؤول عن زمزم. فيقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول ذهبنا إليه وجلسنا مع العباس، ولما أتينا إليه وأن نريد نشتري منه عطر. يقول دخل رجل من الباب في غاية الأدب والسكينة وفي غاية الهدوء وفي غاية الاستقرار، ومعه امرأة محتشمة وكذلك في غاية الأدب، ومعهم طفل صغير يمشي معهم. بعد كذلك يقول سألنا العباس، قلنا يا أبا الفضل. العباس قال له يا أبا الفضل، من هذا؟ قال هذا ابن أخي. ما شأنه؟ قال هذا ابن أخي محمد، وإن الحرمة اللي معه منه، الحرمة هذه زوجته خديجة. طيب والطفل اللي معهم من هو؟ قال هذا ابن أخي الثاني علي ابن أبي طالب. ما شأنهم؟ قال إنهم في دين، يعني منتحل وزين، أو محمد يدعو إلى دين، ما في إلا هذا ولا بس هذه الثلاثة. يقول فمن ذلك اليوم ارتبطت برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن مسعود من ذلك اليوم ارتبطت به، وكان يجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام وقتا طويلا، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدره ويحترمه. فيقول من علامات التقدير والاحترام، يقول كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد لي. مش معنى الكلام هذا كناني؟ يعني إذا بغى، إذا أراد الرسول يناديه قال له يا أبو عبد الرحمن تعال، فالكنية يعني أن يقول يا أبو، يا أبو عبد الرحمن، ما يقول له يا عبد الله، لا، يا أبا عبد الرحمن. فيقول فهذا من باب الاحترام والتقدير، كناني قبل أن يولد لي، يعني ما عندي زوجة ولا عندي عيال، لكن من باب التقدير تقول له يا أبو فلان. فلازم النبي عليه الصلاة والسلام ملازمة كاملة، ويروي لنا هذا الحديث، يقول لأنه يروى عن ابن مسعود، وهو عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه. نعم. لأنه يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أوصى لرجل، أوصى بسهم، فحكم بها النبي عليه الصلاة والسلام فجعل للموصى له السدس، يعني ما أعطاه الثلث، أوصاله بسهم، السهم يكون السدس، على ما رواه عبد الله بن مسعود الهذلي، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الرجل الموصى له بالسدس، الموصى له بسهم أعطاه السدس. نعم.
أن رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سدس المال، وقال إياس بن معاوية. إياس بن معاوية هذا قاضي، وهو في غاية الذكاء وفي غاية الفطنة، واستمر في القضاء وقتا طويلا، ويضرب به المثل في الذكاء، يضرب به المثل في الذكاء والفطنة وبملاحظة الأمور. وكثيرا ما يكتشف المسائل ويكتشف، يعني إذا جاءه الخصوم كونهم صادقين أو أنهم كذبوا وينتحلون الخطأ، وعرف بالذكاء المفرط. وفيه أبو تمام لما أراد أن يمدح الخليفة قال: إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس، إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس. في واحد من الجالسين قال: ما زدت على أن شبهته بأجلاف العرب، يعني ناس بدو. ما فهو في نفس القصيدة قال: لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا من المسكات في النبراس، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المسكات في النبراس. يقول: لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباس، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المسكات في النبراس. وكان يريد ولاية، ما يريد دراهم. فقال الرجل الذي سمع هذا، يعني فتشوا في القصيدة ما وجدوا فيها شيء، وإنما هذا وهو يلقي القصيدة نبذ، يعني ناظمه، يعني قول: لا تنكروا له ضربي له. فوجد أنها يعني قالها وهو يلقي، فقال: يا أمير المؤمنين، أعطه ولاية فإنه لا يعيش أكثر من 40 يوم، لأنه وجدوه وهو يلقي القصيدة دمع، لكن الدمع هذا ليس دمعا عاديا، وإنما يدمع دم، يقول على أساس أنه يعمل فكره وعصارة مخه حتى أسرع وجاء بهذه الأبيات. يقول فعلا، فقال: أعطيه ولاية، فعينوه مسؤول عن البريد في الموصل في العراق، فذهب إلى ولايته اللي عينوا فيها ومات قبل أن يصل. فالمهم أنه لأنه يقول في حلم أحنف في ذكاء إياس بن معاوية القاضي، وله نوادر عظيمة في معرفة يعني من هو صادق أو كاذب في دعوة. فمرة يقول إن رجل ادعى أنه أعطى إنسان أمانة، أعطاه أمانة، الذي يعطي الأمانة أنكر: ما عندي شيء، ولا أعرفه، ولا كذا ولا كذا ولا كذا. ماذا تقول؟ قال: أقول ولا أعرفه، ولا سبق أن التقيت به، ولا كذا، يعني نفى نفيا قاطعا. قال: طيب أنت يا فلان وين أعطيته الأمانة؟ قال: أعطيته عند شجرة في مكان كذا. قال: طيب يمكن أنت غلطان، يعني أعطيته يعني عند شجرة، يمكن شجرة ثانية وهو ما شافها، يمكن رح للشجرة، ولمنك وصلت الشجرة ستذكر القضية. ذهب والمدعى عليه قال له: اجلس عندي. وكان ينظر في القضايا وينظر إلى الرجل، ينظر في القضايا وينظر فيه. لما حس منه غفلة قال: يا فلان. قال: نعم. قال: ترى وصل الشجرة ولا إلى الآن ما وصل؟ قال: لا، بعيد الشجرة، تو تحتاج إلى وقت. قال: زين. فتبين له أنه كاذب، يعني قال: هل وصل الشجرة ولا ما وصلها؟ قال: لا، الشجرة بعيدة، وهو قبل قليل يقول: لا، ما في شجرة ولا شيء. فهو يستعمل الذكاء والفطنة. وكثيرا يعني يقول هنا إياس بن معاوية: نعم. وقال إياس بن معاوية: السهم في كلام العرب السدس. نعم. فإن كان الورثة عصبة أعطي سدس جميع المال، يعني عنده 4 أولاد، عنده 5، عنده 10، يعطى السدس جميع المال والباقي للورثة. نعم. وإن كانوا ذوي فرض أعيلة إن كانوا عصبة
وإن كانوا فيهم هالفرض، الزوجة صاحبة فرض، والجدة صاحبة فرض، والأم صاحبة فرض، والجدة لما ما ترث مع الأم، والأب أحيانا يأخذ فرض وأحيانا يأخذ تعصيب، فينزع السدس فيعطى للموصى له. وقلنا هذا غير يعني الحمد لله من هذه الناحية أن ما عندنا إشكال، لأن الصكوك الآن يكتبها قضاة لديهم معرفة وإدراك وعلم، ولا يكون فيها أي لبس أو غموض. نعم. وإن كانوا ذوي فرض أعيلت المسألة بالسدس فيصير له السبع، وإن أعيلت الفريضة أعيل سهمه أيضا، لأنه ليس بأحسن حالا من الوارث. لأن الورثة مثلا أحيانا نقول للأم، أحيانا نقول للجدة، نقول لها السدس وحنا نعطيها تسع، وأحيانا نقول الأخت من الأم لها السدس ونعطيها تسع، وأحيانا نقول للزوجة النصف أو للزوجة النصف ونحن نعطيها الثلث، وأحيانا نقول للأخوات الشقيقات الثلثين ونحن نعطيهن أقل من النصف، وذلك في مسألة العول. إذا عالت المسألة، إذا عالت إلى سبعة أو عالت إلى ثمانية أو عالت إلى تسعة أو عالت إلى عشرة، فهذا العول نعطيه مسم، وأما المسمى فهو أقل. فيقول الموصى له نعامله كذلك، لأننا ما دمنا نعامل الورثة بهذا فنقول للجدة لك السدس، ونحن الحقيقة والواقع أعطيناها تسع، ونقول للأخت من الأم لك السدس ونحن أعطيناها تسع أو عشر مثلا. فلذلك يقول الموصى له ليس بأوفر حظ من الورثة، فلذلك نعامل الموصى له بهذه المعاملة. نعم. والثانية يعطى سهما مما تصح منه الفريضة مزادا عليها، لأن وصيته من الفريضة، فيكون سهما من سهمانها. قال القاضي: ويشترط أن لا يزيد على السدس، فإن زاد عليه رد إلى السدس. واختار الخلال وصاحبه أن يعطى أقل سهم من سهام الورثة. نعم. فيكون ذلك بمنزلة الوصية بنصيب أقل والد. سهم، يعني إذا كان عندنا زوجة لها الثمن نعطيه مثل الثمن، إذا كان عندنا مثلا جدة لها السدس نعطيه السدس، وهك نعطيه أقل سهم من سهام الورثة، فالورثة أولى منه بهذا الأمر. نعم. فصل. وإن وصى له بنصيب، أعطوا نصيب، أعطوا حظ. نعم. وإن أعطوا جزء، فكيف العمل؟ والآن قلنا ما في عندنا نصيب أو حظ أو جزء، وإنما القاضي يوضح العبارة ولا يدع أي إشكال أو غموض. نعم. وإن وصى له بنصيب أو حظ أو جزء من ماله أعطاه الورثة ما شاءوا. قلنا قبل كم سنة في كتاب الإقرار شيخ صديق إذا قال عندي له شيء، وقفنا عندها وقت، إذا قال عندي له شيء، طيب وش الشيء؟ وضحه. قال لا ما أنا موضحه. نعم. وضح. قال لا ما أنا موضح. وش نسوي به؟ نحبسه حتى يوضح، لأنه إذا وضح حبسناه لأجل أن يسدد، وإذا اعترف بالشيء نحبسه حتى يوضح. لأنه لو قال عندي له حق، الحق ربما يكون لو قلنا له وضح قال إنه عطس وما قلت يرحمك الله، وإنه قال السلام عليكم وما قلت له ما جبت وما قلت عليكم السلام كذا، فهذا حق المسلم على المسلم. إنه مرض ولا زرته، إنه حصل عنده مناسبة ولا أجبته، وربما أن يكون الحق ملايين الريالات وهي تسمى حق، أو يكون يقول عندي له، يعني عندي له حق ما هو
قال عندي له عود أراك من الأراك. عندي له حق، هذا يعتبر حق، وعندي له حق عند البنك ملايين الريالات. فنقول إذا قال عندي له حق نقول أبينه وضحه، فإن وضحه عملنا، وإن أبى حبسناه حتى يوضحه. لماذا نحبسه؟ لأنه إذا أخبرنا به ألزمناه بسداده، وإذا لم يخبرنا نلزمه بالإخبار. نعم. لأن كل شيء يقع عليه اسم ذلك. فصل. فصل. وإن وصى له بنصيب، قال يعطى فلان نصيب أو يعطى حظ أو يعطى جزء، ما العمل؟ نقول للورثة أعطوه شيء ترونه مناسب، أعطوه مثلا إن رأيته 1000 ريال، إن رأيته 1,000,000 ريال إذا كان المسألة ملايين، إذا رأيته 100 ريال إذا كانت المسألة يعني أقل، أعطوا شيء يكون يعني يسمح خاطره، لأن الموصي أوصى له بحظ أو نصيب أو جزء، فتركه وإبانته إليكم. نعم. وإن وصى له بنصيب أو حظ أو جزء من ماله أعطاه الورثة ما شاء. أعطاه الورثة ما شاء، لأن كل شيء يقع عليه. الفاعل الذي كمرفوع أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى، فإن ظهر فهو إلا فضمير استتر، وقد يقال سعيدا وسعيدوا، والفعل للظاهر. أعطاه الورثة ما شاء، لأن كل شيء يقع عليه اسم ذلك. فصل. وإن وصى له بمثل نصيب أحد الورثة، قال يعطى مثل تعطى، مثل ما تعطى زوجتي فلانة، يعطى مثل ما تعطى ابنتي فلانة، هذا يحصل، يعطى مثل ما إلى آخره. في واحد مر علي قبل فترة في المحكمة وقال إني وصيت وقلت عطوا فلانة لأنه كان له علاقة بها وكذا، مثل ما تعطى أي واحدة من زوجاتي، وعنده مجموعة من الزوجات، فهذا العمل قلنا سليم إذا وصى له بما يعطى أحد الورثة. فإذا مثلا عنده زوجتين أو عنده 3 أو 4 تعطى هذه كنصيب أي واحدة منها، وهذا شيء معلوم. نعم. فإن وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته أعطي مثل ما لأقلهم نصيبا، لأن لأقلهم يعني في عندنا الأخت لها النصف، والبنت قد يكون لها النصف، والأم قد يكون لها الثلث، لكن الجدة لها السدس، والزوجة لها الثمن، فيعطى مثل ما لأقلهم. نعم. أعطي مثل ما لأقلهم نصيبا، لأنه اليقين يزاد ذلك على مسألة الورثة، فإن كان له ابن فله النصف. يعني إذا قال مثل نصيب الورثة له ابن، الابن يكون هذا له للموصى له مثل ما للابن، يكون 2 كل واحد له نصف. نعم. فإن كان له ابن فله النصف، لأنه سوى بينهما، ولا تحصل التسوية إلا بذلك. وإن كان له ابنان فله الثلث، لأن الولدين 2 لهم سهمين، وهو الموصى له له سهم، صار 3 أسهم كل واحد له ثلث. فللموصى له الثلث، وإن وصى بنصيب أحدهما ففيه وجهان، أحدهما يصح ويكون ذلك كناية عن مثل نصيبه بتقدير حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامة. نعم. والثانية لا يصح، لأن نصيب الابن له،
فلا تصح الوصية به. نعم. كما لو وصى بماله من غير الميراث. نعم. وإن وصى بمثل نصيب ابنه. كما لو وصى بمال من غير الميراث، قال يعطون كذا، هو ما هو من ماله، فالإنسان ما يوصي إلا من ماله. نعم. وإن وصى بمثل نصيب ابنه الكافر أو الرقيق فالوصية باطلة، لأن الكافر ما له شيء، ويمنع الشخص من الميراث. درسنا أمس، واحدة من عللين ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. فالكافر ما له شيء، اختلاف دين، والقاتل ما له شيء لأن سبب في القتل، والرق كذلك الرقيق ما له شيء، لأن الرق قلنا عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. نعم. لأنه وصى بمثل نصيب من لا نصيب له. وصى بمثل نصيب إنسان ما له شيء، وصى بمثل نصيب الكافر، الكافر ما له شيء، وصى بمثل نصيب القاتل، القاتل ما له شيء، وصى بمثل نصيب الرقيق لو كان الرق موجود ما له شيء. نعم. فصل. وإن وصى له بضعف نصيب ابنه فله مثل نصيبه مرة، فله مثل نصيب ابنه نصيبه مرتين. مرتين. نعم. لأن ضعف الشيء مثله. نعم. وإن وصى له بضعفي وإن وصى له بضعفي نصيب ابنه، فقال أصحابنا له ثلاثة أمثاله وثلاثة أضعافه، وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله، لأن ضعف الشيء هو ومثله، وضعفاه هو ومثله. وقال ذلك أبو عبيدة من علماء اللغة. واختياري أن ضعف الشيء مثله بمنزلة ضعفه، لقول الله تعالى: فآتت أكلها أكلها. نعم. فآتت أكلها أكلها, أكلها فآتت أكلها ضعفين أي مثلين. قال أهل التفسير: وكذلك قوله عز وجل: يضاعف لها العذاب ضعفين. العذاب ضعفين. نعم. وقال هشام بن معاوية وهو من علماء النحو: نعم، العرب تتكلم بالضعف مثنى مثنى، العرب تتكلم بالضعف مثنى، فتقول: إن أعطيتني درهما فلك ضعفاه أي مثله. قال: وإفراده لا بأس به، والتثنية أحسن، فعلى هذا ثلاثة أضعافه ثلاثة أمثاله. فصل. أعد يا بني. وقال هشام بن معاوية النحوي: العرب تتكلم بالضعف مثنى، العرب تتكلم بالضعف مثنى، فتقول: إن أعطيتني درهما فلك ضعفاه أي مثلاه. قال: وإفراده لا بأس به، والتثنية أحسن، فعلى هذا ثلاثة أضعافه ثلاثة أمثاله. فإن فصل. وإن وصى لرجل بجزء مقدر من ماله. في أسئلة يا شيخ؟ لعلنا أيها الأحباب نكتفي بهذا ونكملها في درسنا في يوم غد إن شاء الله، ونقرأ الآن ما لدينا من أسئلة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.